بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات قناتكم بأمشان. دونك قبل إن شاء الله ما غادي نبدأ التصحيح ديال هذا التمرين هذا، كنعتذر لكاع الإخوان والأخوات دونك على التأخير باش نزلت هذا لا فيديو هذه. ملاحظة أخرى، كنشكر كاع الإخوان والأخوات اللي كيرسلونا بالتعليق ديالهم والتشجيعات كذلك. كنعتذر لبعض الاخوان اللي ما قدرتش انني نجاوب على التساؤلات ديالهم، لان مساله وقت كتطلب دونك باش نقدر نجاوب على بعض الاسئله. بالنسبه لاحد الاخوه الاوفياء ديال القناه، طلب مني انني نشرح دونك الميكانيك دي بوان وسينيماتيك. دونك كذلك كنقول له اخي حمزه على ما اتذكر، مساله وقت ان شاء الله، وغادي نحاول كل ماده من المواد اللي كتقترحهم عليا غادي ننزل فيهم ان شاء الله بعد التمارين وبعد الخلاصات دونك ديال الدروس، باش نعطي فكره عامه على هذه المواد المقترحه. الوغ في هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نخصصوا التصحيح ديال الفقره الاخيره ديال امتحان البكالوريا 2012، ماده الفيزياء. دونك كانت غتكون اخر فقره ان شاء الله، ومن بعد في الفيديوهات اللي جايين غادي نحاول نرجع لي زوتر ماتيير بحال الميكانيك دي فلويد، ثيرموديناميك ولا تيرميك، ولا كذلك ميكانيك دو بوان، دونك على حساب الوقت ان شاء الله. دونك كمجرد العاده غادي ان شاء الله نبدا نقرا لينونسي ديال الفقره المتخصصه بالميكانيك، ومن بعد ان شاء الله نصحو التمرين ديالنا. دونك تمكن دراسه سقوط جسم صلب متجانس من سائل في سائل لزج من تحديد بعض المقادير الحركية ولزوجة السائل المستعمل. نملأ أنبوبا مدرجا بسائل لزج وشفاف كتلته الحجمية غو، ثم نسقط فيه كرية متجانسة كتلتها أم ومركز قصورها جي بدون سرعة بدئية عند اللحظة تي يساوي صفر. ندرس حركة جي بالنسبة لمعلم أرضي نعتبره غليليا. نعلم موضع جي عند اللحظة تي بالأسلوب زد على المحور أو زد رأسي موجه نحو الأسفل الشكل واحد. وكما كنلاحظوا عندنا المحور أو زد موجه نحو الأسفل. نعتبر أن موضع جي منطبق مع أصل المحور أو زد عند أصل التواريخ، وأن دافعة أرخميدس أف غير مهملة بالنسبة لباقي القوى المطبقة على الكرية. نمدج تأثير السائل على الكرية أثناء الحركة بقوة احتكاك F تساوي ناقص K VG. دونك هاد F هي معامل الاحتكاك ما بين السائل اللزج والكرية، حيث VG متجهات سرعة G عند اللحظة T، وك معامل ثابت موجب. كل المعطيات ديال التمرين، عندنا شعاع الكرية هو 6 × 10⁻³ متر، وكتلة الكرية هي أم تساوي 4.10 × 10³ كيلوغرام. نذكر أن شدة دافعة أرخميدس تساوي شدة وزن الحجم المزاح للسائل. إذا السؤال الأول، بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بين أن المعادلة التفاضلية لحركة جي تكتب على الشكل دي دو في جي على دي تي زائد أ في جي يساوي بي، محددا تعبير أ بدلالة ك وأم، وتعبير بي بدلالة شدة ثقل جي وأم وغو وفي حجم الكرية. سؤال ثاني، تحقق أن التعبير في جي دو تي يساوي بي على أ عامل لواحد ناقص إكسبونونسيال ناقص تي سوغ تو. حل المعادلة التفاضلية حيث تو يساوي واحد على أ الزمن المميز للحركة. سؤال ثالث، اكتب تعبير السرعة الحدية في ليميت لمركز قصور الكرية بدلالة أ و بي. رابعا، نحصل بواسطة عدة معلوماتية ملائمة على منحنى الشكل الثاني الذي يمثل تغير السرعة في جي بدلالة الزمن. حدد ببيانين قيمتي في ليميت و تو، دونك انطلاقا من الشكل اللي عندنا هنا. خامسا، أوجد قيمة المعامل ك. سادسا، يتغير المعامل ك مع شعاع الكرية ومع معامل اللزوجة للسائل وفق المعادلة التالية. إذن ك كتساوي لنا 6 بي غو فوا إغ. حدد قيمة غو للسائل المستعمل في هذه التجربة. وأخيرا، تكتب المعادلة التفاضلية لحركة جي كالتالي، دي دو في جي سور دي تي تساوي 7.57 ناقص 5 في جي، باعتماد طريقة أولير ومعطيات الجدول أوجد قيمتي أ1
و في زوج. دونك عطينا هنايا جدول، عطينا بعض المعطيات، خصنا نحددو في زوج و تصارع أ واحد. جيد، ألوغ غادي نبداو إن شاء الله بالسؤال الأول اللي طلبوه منا. بتطبيق قانون الثاني لنيوتن نبين أن المعادلة التفاضلية للحركة ديال الكرية أو حركة جي كتكتبنا على هذا الشكل هذا. دونك دائما يا اخواني اخواتي في الفقره ديال الميكانيك كنبداو دائما 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 بتحديد المجموعه المدروسه، ومن بعد كنحددوا القوى المطبقه على المجموعه المدروسه. دونك هذه دائما قبل ما نطبقوا اي قانون من قوانين نيوتن. دونك كنبداو بالمجموعه المدروسه نحددوها شنو هي، وكنحددوا القوى المطبقه على المجموعه المدروسه، ومن بعد عاد نكملوا على التصحيح ديال السؤال ديالنا. اذا في الحالة ديالنا المجموعة المدروسة هي الكرية، دونك الكرية كما كنشوفوها داخل هذا الأنبوب المدرج. مزيان. ألوغ بالنسبة للقوى، شنو هي القوى اللي كتطبق لنا على جي؟ دونك القوى المطبقة على الكرية جي هي الوزن ديالها، وعندنا دافعة أرخميدس، لأن السائل عندنا دافعة أرخميدس كتطبق على القوى عكس القوى ديال الوزن ديال الكرية، وعندنا كذلك قوة الاحتكاك يعني ما بين السائل اللزج والكرية. دونك هادو هما ثلاثة ديال القوى اللي كيطبقوا لنا على المجموعة المدروسة أي الكرية. دونك هما قالوا لنا بتطبيق القانون الثاني لنيوتن خصنا نبينوا أن المعادلة التفاضلية كتكتب لنا على الشكل اللي طلبوا منا. دونك القانون الثاني لنيوتن معروف هو مجموع القوى الخارجية المطبقة على الجسم يساوي الوزن فوا التسارع. يعني لا صوم ديال اف اكستيريور يعني القوى الخارجيه المطبقه على الجسم تساوي لنا الكتله ام فوا التسارع. دونك مادام حددنا القوى المطبقه يعني ان القوى ديالنا اللي كتطبق لنا على الكريه هي بي، و اف كبيره يعني دافعه الارخميدس، وقوه الاحتكاك يعني بي زائد اف زائد اف صغيره تساوي ام ا. دونك هنايا اخواني اخواتي غير ترجمت هذه العلاقه اللي عندي هنايا، هاد العلاقة اللي عندي هنا. من بعد غادي نشد هاد العلاقة وندير لها الإسقاط على المحور أو زاد، لأن عندي محور أو زاد موجه نحو الأسفل. مزيان. دونك كنعرفوا بأن التعبير ديال الوزن هو الكتلة فوا جي. دونك كنلاحظ بأن ما عندي بي في نفس المنحة ديال أو زاد يعني موجه نحو الأسفل، يعني غادي يكون عندي زائد ام جي يعني ام جي. اف كنلاحظ بأن ما راها عكس المنحة أو زاد يعني غادي ندير ناقص، والتعبير ديال دافعة الأرخميدس هو غو جي فوا في. بالنسبة لقوة قوة الاحتكاك كنلاحظ بأن راه عكس المنحة، ولكن هما عطاونا في التعبير ديال اف كتساوي موان كا في جي. دونك مادام عندي موان كا يعني عندي الناقص هنايا، دونك هنايا عندي عكس المنحة يعني غادي يكون عندي واحد ناقص آخر يعني تولي زائد كا في جي. دافخين. دونك كتساوي لنا الكتلة والتسارع هو الاشتقاق ديال السرعة في جي على الديد، راه معروف. دونك أ التسارع كيساوي لنا الديد في جي على الديد. مزيان. دونك إلا قسمت كل شيء على أم غتصبح لي العلاقة جي ناقص غو جي في سوغ أم ناقص كا أم في جي تساوي دي دو في جي على دي دو دي. قسمت كاع العلاقة ديالي على أم، وبالتالي غادي نخرج دونك نرجع دي دو في جي من واحد الجهه، لان كما كتلاحظوا اخوانا اخواتي هنا في الشكل طلبوا منا دي دو في جي خاصها تكون باينه في العلاقه ديالنا. دونك غتولي لي دي دو في جي على دي تي زائد كا في جي سور ام تساوي جي ناقص غو جي في سور ام. دونك كما كتلاحظوا هذا التعبير اللي عندي هنايا هو هذا التعبير اللي طلبوه مني، وهذا كيعني بانما ا هي ك سور ام، و ب هو هذا التعبير اللي عندي هنايا هو جي ناقص غو جي في سور ام. دونك كما كتلاحظوا هنا، دونك لان في السؤال طلبوا منا اننا نخرجوا ا بدلاله ك و ام و ب بدلاله جي و غو و في و ام. مزيان. بالنسبه للسؤال الثاني، تحقق ان التعبير في جي دو تي اللي كتكتب بهذه الطريقه هذه هو حل المعادله التفاضليه.
دونك مادام عندي المعادلة التفاضلية هي هذه، وعندي الحل اللي خصني نبينه بينما راه حل للمعادلة التفاضلية، دونك غادي ننطلق بهاد العلاقة اللي عطاوني. دونك هاد العلاقة ديال في جي، كنلاحظ بانما في المعادلة التفاضلية عندي الاشتقاق ديال دي دو في جي، يعني انني غادي ندير الاشتقاق ديال هاد العلاقة. دونك من ندير الاشتقاق ديال في جي غادي تعطيني بي سور ا طو اكسبونونسيال ناقص تي سور طو، متفقين؟ لانني كنشتق بدلالة تي. مزيان، دونك غادي نعوض هاد العبارة هادي اللي شتقيتها هنايا، نعوضها في المعادلة التفاضلية. دونك من نعوض في المعادلة التفاضلية غادي تعطيني بي سور ا طو اكسبونونسيال ناقص تي سور طو، يعني هي هاد دي دو في جي سور دي دو تي، زائد وشنو؟ زائد ك سور ام، ك سور ام هي ا، يعني غادي نعوض هنايا ب ا ونعوض في جي بالتعبير ديالها، في جي هي التعبير ديالها، يعني غتولي لي ا مضروبة في بي سور ا في واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي سور تو. يعني غادي نختزل ا اللي عندي ديال ك سور ام مع ا اللي عندي في جي، وغتبقى لي غير بي في واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي سور تو، متفقين؟ مزيان. دونك هنايا غادي نعوض، غادي نفاكتوريزي ولا غادي نعمل بالاكسبونونسيال، غادي يبقى لي بي سور ا طو ناقص بي اللي عندي هنايا لانني عملت بالاكسبونونسيال، زائد هاد البي اللي مضروبه في الواحد هنا. مزيان، دونك كنعرفوا بانما هاد الطول اللي عندي هنايا هي واحد على ا، دونك علما ان طو هي واحد على ا، دونك غادي نعوض هنايا طو هي واحد على ا، يعني ا غادي تطلع لفوق. دونك الا طلعت الا الفوق غادي نقدر نختزل الا مع الا، غيتبقى لي بي اكسبونونسيال ناقص تي سور تو ناقص بي اكسبونونسيال ناقص تي سور تو زائد بي يساوي بي. دونك هذا هو اللي حاولت انني نشرحه لكم هنايا. دونك هذا غادي يكون يساوي الصفر، وغيتبقى لي غير بي تساوي بي. اذا فعلا دونك في جي دو تي تساوي بي سور ا واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي سور تو حل للمعادلة التفاضلية ليا، لان خرجنا نفس دونك النتيجه اللي عندنا. مزيان، بالنسبه للسؤال الثالث، اكتب تعبير السرعه الحديه في ليميت لمركز قصور الكريه بدلاله بي و ا. دونك بالنسبه للتعبير ديال السرعه الحديه يا اخواني اخواتي، هي السرعه عندما يكون في جي، عندما يكون تي تونفير لانفيني كما كنقول، يعني عندما يكون في جي تونفير لانفيني غيتكون عندي السرعه الحديه، يعني في ليميت ديال مركز قصور الكري. دونك الى عوضنا درنا الليميت عندما يكون تي يؤول زائد ما لا نهايه ديال في جي، غادي نعوض هنايا اكسبونونسيال، الى عوضت تي بلس لانفيني غيكون عندي هنا بلس لانفيني مع الموان، غيكون عندي اكسبونونسيال موان لانفيني، اكسبونونسيال موان لانفيني هي زيرو، وبالتالي غيبقى لي غير بي سور ا. اذا التعبير ديال السرعه الحديه في ليميت هي بي سور ا. رابعا، نحصل بواسطه عده معلوماتيه ملائمه على المنحنى الشكل الثاني الذي يمثل تغيرات السرعه في جي بدلاله الزمن، حدد في ليميت واطو. وكما كنلاحظوا اخوانا اخواتي، عطاونا هنايا هذا المنحنى هذا، وعطاونا المماس للمنحنى، وطلبوا منا اننا نحددوا في ليميت و طو. دونك قلنا بانما في ليميت هي عندما يكون في جي، عندما يكون تي يؤول زائد ما لا نهايه. دونك عندي في جي في هذا المحور، وعندي تي في هذا المحور. دونك عندما يكون تي يؤول زائد ما لا نهايه، زائد ما لا نهايه، يعني ان في ليميت ديالي غتكون هي هذه القيمه القصويه اللي عندنا هنا، متفقين؟ وعطاونا هما المماس. دونك غادي ندير نقطة التقاطع ما بين في ليميت والمماس اللي عطاونا في الشكل الثاني، أي هاد الخط اللي راه عاطينا هنايا، ونحدد طو، ندير الإسقاط على المحور اللي كيمثل لي تي. دونك في ليميت إلا قريناها انطلاقا من المنحنى، دونك عندي كنطلع بصفر فاصلة اثنان، صفر فاصلة أربعة، صفر فاصلة ستة، دونك في ليميت غتكون هي هنا عندي واحد فاصلة أربعة، غتكون هي واحد فاصلة خمسة. دونك مبدئيا في ليميت هي 1.5 متر بار سكوند. اما بالنسبه للطو قلنا غادي نديروا الاسقاط،
عندي هي 0.2 سكوند. دونك ميدانيا حددنا في ليميت وحددنا طو دونك انطلاقا من هاد التقاطع اللي عندنا ديال هاد الزوج ديال المنحنيين. مزيان. دونك السؤال اللي من بعده قال لنا اوجد قيمة المعامل ك. دونك باش نخرجوا قيمة المعامل ك غادي نرجعوا للتعبير اللي خرجناه في السؤال اللي قبل. هو هذا التعبير، هو هذا التعبير كنعرفوا بانما ا كتساوي لنا ك سور ام، وكنعرفوا كذلك بانما طو كتساوي لنا 1 على ا. يعني نقدروا نخرجوا القيمه ديال ك بهذه الطريقه. دونك قلنا عندي ا هي ك سور ام انطلاقا من هذا السؤال هذا، ا هي ك سور ام، يعني ان ك كتساوي لنا ا فوا ام. ك كتساوي لنا ا فوا ام، وعندنا كذلك ا هي 1 على طو، يعني ان ك غتساوي لنا ام سور طو. دونك كنعرف الكتله عطاوها لنا في المعطيات هي 4.10.3 ناقص 3 كيلوغرام، وكنعرف طو كذلك انطلاقا من المنحنى او انطلاقا من السؤال اللي خرجناه سابقا. وبالتالي غادي نخرج المعامل ك يساوي 2.05 في 10 اس ناقص 2 كيلوغرام باغ سكوند. سؤال ما قبل الاخير، يتغير المعامل ك مع الشعاع الكرية ومعامل اللزوجة للسائل وفق العلاقة. دونك حدد القيمة ديال معامل اللزوجة للسائل المستعمل. دونك مادام خرجنا اخوانا اخواتي القيمة ديال ك انطلاقا من هذا السؤال هذا، دونك نقدر نخرج قيمة ديال معامل اللزوجة اللي هو ك على 6 بي فوا ار. دونك ك خرجناه هذه هي القيمة ديالو، 6 بي معروفة، والشعاع ديال الكرية كذلك عطاوه لنا في المعطيات هو 6.10 × 3 متر. إذا درت التطبيق عددي غادي نخرج 0.181 كيلوغرام على المتر فوا السكوند. إذا السؤال الأخير، تكتب المعادلة التفاضل لحركة جي كالتالي. دونك باعتماد طريقة أولر ومعطيات الجدول أوجد قيمتي A1 و V2. دونك انطلاقا من الاعتماد على الطريقة ديال أولر، واللي الأغلبية ديال الإخوان والأخوات دونك غادي يشوفوها في الدروس ديالنا في مادة الفيزياء. دونك عندنا ملاحظة أن V1 غادي نعتبروا أن هذه هي V0، هذه V1 وهذه V2، هذه A0 تصارع A0 A1 وهنا A2. دونك إلا درت واحد التجربة قبل ما غادي نخرج الـ A1 والـ V2 غادي نلاحظ بأنما V1 يعني هاد 0.25 من جهة V1 كتساوي لي V0 زائد A0 فوا دلتا تي، يعني الفرق ما بين هذا ناقص هذا. يعني إلا درت 7.57 مضروبة في 0.033 غادي تعطيني 0.25. دونك هذه هي العلاقة الأولى. والعلاقة الثانية يعني أن A1 يعني هذا التصارع اللي عندي هنايا، تصارع هاد دي دو في سور دي دو تي، قلنا هو التصارع، التصارع كيساوي لي الاشتقاق ديال السرعة بالنسبة للزمن. يعني أن A1 غيتساوي لي 7.57 ناقص 5 في V1. متفقين؟ اذا باش نجاوب على السؤال ديالي غادي ندير، هما طلبوا منا A1 و V2. دونك كما قلنا العلاقه A1 هي 7.57 ناقص 5 في V1. دونك V1 انطلاقا من الجدول هي هذه هي 0.25. مزيان. دونك غادي نخرج A1 يساوي 6.32 متر بار سكوند او كار. بالنسبة لـ V2 قلنا V2 هي V1 زائد A1 في الدلتا تي. الدلتا تي يعني أن تي فينال ناقص تي نيسيال، يعني 0.033 ناقص 0 يعني هي 0.033. وبالتالي غادي نخرج السرعة هي 0.46 متر بار سكوند. دونك ملاحظة الإخوان والأخوات، التسارع بالمتر على السكوند أو كاري، والسرعة هي المتر بار سكوند. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكون كملت الفقره ديال الميكانيك بالنسبه لهذا الامتحان هذا.
نتمنى ان الاخوه والاخوات او تلاميذ البكالوريا دونك يستافدوا معنا في هذا التصحيح هذا ديال هذا الامتحان الاول اللي حاولت ان نصححه كامل من الاول حتى الاخير. بالنسبه للفيديوهات اللي جايين ان شاء الله غادي نرجع كما قلت نحاول انني نحط فيديوهات اخرين بالنسبه للاخوان الاخرين اللي عندهم او ينتظروا دونك تمارين في ميكانيك دو فلويد تيرميك ولا الترموديناميك او كذلك في الميكانيك دو بوان. دونك غادي مع الوقت ان شاء الله غادي نحاول انني ننزل على قدر المستطاع باش كاع الاخوان والاخوات يستافدوا معنا. دونك في انتظار اخواني اخواتي كذلك دائما التعليقات ديالكم واقتراحات. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم وعلى الوفاء ديالكم ديال القناة. قبل ما نودعكم عندي غير واحد الملاحظة بالنسبة للإخوان اللي كيخليو لي دي كومونتير كيقولوا لي عطانا لي ليان ديال هاد لي كوريكسيون. غير بغيت نقول لكم الإخوان هاد الشيء راه انا كنطبق يعني انا اللي كنكتب هاد التصحيحات كاملين يعني كنديرهم بي دي اف وكنحاول انني نبرزونتيهم في لي فيديو في لاشين يعني ما كاينش دي ليان ما عنديش الليان اللي غادي نقول لك فوالا الليان اللي غادي تقدر تيليشارجي بها الكوريكسيون. انا اخواني اخواتي اللي باغي شي كوريكسيون نصيفطها له في البي دي اف مرحبا راه عندكم في لاشين دونك الايميل ديالي صيفطوا لي لي زيميل واللي خاصته شي حاجه مرحبا نصيفطها له ان شاء الله. دونك ما تنساوش دائما انكم تشجعوا القناه ديالكم دونك بلي لايك وبارطاجيو مع الاخوان ديالكم باش كاع الاخوان يستافدوا معنا. كنشكركم والله يوفق الجميع ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه اخرى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. We'll be right back.